شنو لا؟ بدي أشرار أنت بدي 50 دولار ده بدي 50 دولار بيحس بدي شنو كان هنا خط؟ باش الخط كنتمنى ان شاء الله دابا غنتحركوا بحالنا الحدود ديال السنغال فين عنده جوج حدودات راسو وشي حدود حدا اخر صراحه ما عرفناش بالضبط اين واحد اللي غنشدو كيو كروسو شويه صعيب المهم احنا نشدو الطريق نوريكم بالفعل هذا عرفتو الرملة غارقة واحد الوقت صافي شتمو تركي وحل مع التقل صافي قلت لها هبطي حاولي تسبقيني على رجليك وانا نحاول ندوز بحيث راه بالسيف راه بوحدي وكيما كتشوفو راه بالسيف باش دايت الرملة كانت غارقة والموتور متقل العذاب الخوت حق الله الى العذاب الرملة بزاف الموتور تقيل حسب ملي كنت نصور الكاميرا انا ما كنصور مع والو المهم فتحنا هادشي جبت الساك هدا باش نقدر نهز الموتور عيطت للدراري عاوني باش نهز الموتور باش نزيد السلسلة شوفو كم كرفصة شاحتة المهم نقيوها بعدا هي اللولة السلسلة ضروري تهلا فيها باش منسقش ديرها بينا نضرب هاد الفرود عاوتاني الرويضة المهم فهاد الوقت هذا اخوتي ما تديوش عليا كنت دايخ بالطريق عرفتو فاش جيت نرش الرويضة كنرشها في الكاميرا وعلى وجهي انتم عارفين تشوفوا الناس فين كيعيشوا بالنسبة اخواتي الجو الصراحة الجو زوين يعني كان شوية ديال البرد طلعت تقريبا كاملة هذيك يعني ماشي صعب ولا السلام حدود السنغال حدود السنغال اروسو ولا جاما عندها هي جوج حدود ما بغيتش الحدود اللي في الواد ما بغيش حدود اللي في بغيت الحدود ديال الطريق الطريق روسو روسو ما فيهاش وين العباره روسو العباره وين تقطع في الواد يقطع في الباك ما بغيتش هذيك ايوا تو يقطع جامع الموت ما فيهاش رمله ولا ما فيه رمله لا دراجه تمشي في فيه رمله
فيه 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 الطريق طريق كاين طريق سوج نمشي ندوز السنغال على جام تقطع البحر يقولوا ليه جرمنا ثاني تقول ليه جرمنا وعيت من رمنا والله نعيت لا السنغال طريق السنغال يا يا شكرا شكرا احنا قربنا على الحدود الخوت هذا هو الواد اللي قاطع بين السنغال وموريتانيا على ما اظن وين يا اخي كنت نزلق راه واد كبير راه يكبر هنا راه واسع بزاف عرفتو الحمد لله الخوت هادشي اللي ماشي رمله ويك كان رمله مشكل كتقدر تقطع هاد المسافه كان رمله تقال وبلا ما يقول لي شي واحد خصك تفش الروايط ولا الموتور راه ثقيل بزاف فاش كنصل لواحد الحد تقل كنفعك لا في الشان ديال الروايط لا والو حيت اصلا الروايط صافي كتغطس كامله رجل الخوت الطريق بدات تصعب نهبط من تحت على الله تكون مزيانه حيت عذباتني الطريق فوقانيه بزاف والله ما عرفت فين تحرجنا بالله عرفت الخوت عدا واحد الحلوف دازو يا الله الا عامر حلوف شو الخوت شو راهو عامر الخوت راهو هذا هو والله تقاحي لا خص بالي بحال اللي غطيح الشتا لا بالي بحال اللي كطيح الشتا بصح بغي ما طيحش مش طيح الشتا فهاد البلاصه مشكل شوفوا السلام عليكم وعليكم السلام شو اي مدام بونجور بونجور تو كاميرمان سا مارش حدود السنغال قريبة 11 كيلومتر ان شاء الله 11 كيلومتر ان شاء الله الطريق هيدا ولا شوية قريب هنا ما بين هوك وسين لي قدرون شكرا جزاك الله ميرسي بون روت بون فواياج ميرسي ثانك يو 11 كيلومتر فرونتيير ابري السنغال قدرون اوكي شكرا شكرا ميرسي المهم الخوت خلصنا قال لك نصينا البارك زعما واحد البارك هنايا قيلا بقات لنا 3 كيلومتر ونوصلوا للحدود وما مشينا نطلع علينا في الجي بي اس ما عرفتش شنو صحيح ولا ما صحيحش وصلنا للحدود السنغال ندوز لعندهم شكرا مو الخوت هاد الدريري هذا شكرا ليه بزاف تلاقيته تما في الحدود لقيتو ديجا اصلا كيتفرج فيا ديجا دوينه صراحه عاوني تما كلشي فين نمشي فين نجي صراحه فلوس وجميل لقاء تحيه ليه داكشي علاش انا قبضت هاد الطريق دابا خليكم النمره ديالو اللي كان داخل السيزون راه يعاونو في كلشي مازال يا نشوفو نصرفو دولار شحال شحال صار هذا كتحسب لوكير 50 دولار والنار طاحوا اللور على الكاجل دولار اورو بحال واحد شوف هذه هي بيان بريغو اللي كبر فيها 10000 اي 10000 شوف فيها 5000 هذه فيها شي بيات اخرى صغار فيها 100 فرون المهم الخوت كما كتشوفوا من بعد ما صرف شحال داير صرفت 100 دولار عطاني 50000 صيفه
وشريت لاكارت سيم باش يمكن لي نطلق كونيكسيون هي ديك نتكونيكتا هي ديك. مشيت الصراحة داك الدري مول بيت صراحة تعامل معايا وراني البلايص. أول حاجة خص ضروري الورقة ديال الفاكسيناسيون. هادوك البيرو اللي كتشوفو دابا على يد اليسر تما كاين البوليس، وعلى يد اليمين فين واقف داك الدري مول الصفر هداك هو الطبيب. هداك فاش كتورو الورقة ديال الفاكسيناسيون كيمشيو يشوفو داك الفاكسيناسيون، ولا مكنتيش ضاربها كيضربوها لك عادي يمكن لك دوز. المهم دابا لقيتونا خارجين من موريتانيا، صافي طبعونا كلشي داز مزيان الحمد لله. صراحه داكشي داز بالزربه ما تعطلو هنا. واحد التحيه لواحد الدريري غلام سنغالي راه هو هنايا لقيتو في الديوان ديال موريتانيا، تحيه ليه صراحه. وراني داكشي، خرج في البلاصه وصرف لي فلوس وديت لا كارت. مازال ما فهمتش انا الحساب ديالهم، تمشي عاد نفهمو هو راه شرح لي. شكرا ليه بزاف، تحيه خويا غلام. ودابا نخلي لكم نمرتو يعني اللي كان دايز من هنايا ولا شي حاجه صوني عليه، هو راه يتكلف له بكل شيء. بونجور كومبيا؟ 10 فرانك. ها؟ 0 دولار روسي. انجن؟ واه نقلبش عليكم خوت في التالي هذا، بقى كيبان لي غير النصيب وصافي. الدخله ما بانليش هاد الشيء هذا، ولكن دابا بقى كيبان لي غير النصيب. نقولوا الباراج ماشي مشكل، المول داخل المهم ماشي مشكل، داكشي قليل هانية. شكرا. بوليس وين؟ جاس جمارك شكرا. من بعد ما دزت الديوانة ديال موريتانيا وخلصت داك القنطرة، دابا هادي البلاصة ديال السنغال، الديوانة والبوليس اللي على اليمين البوليس واللي على اليسار الديوانة. هنا الصراحة كل شيء داز مزيان في البلاصة، خلص وتحركت بحالي. باسبور بيرمي دو كوندوير بيبا كار ابري بيرمي دو كوندوير باسبور بيبا كار كارت غريز I have international assurance. شكراً. شكراً. Yes. دقار درج جي بي اس. بالخوت صافي. إحنا سالينا سينو نلبس هادشي هذا، ندير امارش ونعاود لكم هادشي كيفاش داز. المهم الخوت الصراحة هادشي هنا في السنغال داكشي داز، داكشي مخير عجبني. في البلاصة داز 3 دقائق كان كلشي دايز، دخلنا لجوج بيرويات صافي. دابا ان شاء الله صافي غنشدو الطريق ديريكت، مازالنا واقيلا شي 320 كيلومتر لداكار، غنتحركو ان شاء الله دابا لداكار. شوف على الطرومبلان قداش، عرفتو اول حاجة لاحظتها خوت هنايا الطرومبلانات في الدخلة فاش يلاه كتدخل السنغال، بعد ما حدا مع حدا راسهم الطرومبلانات. الطرومبلان خطيرين بزاف، عرفتو ما عمري في حياتي شي طرومبلان قد هادو، كبار بزاف يعني. بنادم يكون ساهي انا راه كنت ساهي وجاب الله حفظ الفريم مزيان، يكون ساهي وتا يدخل فيه والله يتيمشي بالله. تكون طرومبلان تتقلب في كل موتور يتقلب، المهم صراحة صعيبة. هادي أول بومبر ليسانس غادي ندخلو لها. صافي ليسانس بلان فول ديميل ديميل يا بايك 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 عرفتو الخوت واحد اللعيبة ولفت عليها غير جيت دخلت تخلعت بديت تنقلب على بومبا. هو هنايا تقريبا بحال سيستم المغرب يعني كاين كلشي، ما عندك مناش تخاف، كاين البومبات كاين كلشي. انا ولفت على سيستم ديال موريتانيا، خصك ليسانس قلب عليه ودير ريزير. هو هنا راه كاين العالم، ما عندكش حمق راسك. شنو كاين هنا الخوت؟ بقات 191 كيلومتر.
والله على راحتك. ما راح عندهم لتقوم. والله خلص من الدورة تتخلى. الله. ما نفس الحشب شكله. والله. ما تخلص هذا شو أدبره.